about a youngster? Sir, the thing you bought على مستوى السير والتكبير والهيكل أصبح أمرا لا يطاق. Sir, ما جرى مؤخرا من متابعات في حق بعض المسؤولين على إثر التصوير وما تعرفه ما يسمى بالكولوار نوار أو ممرات سوداء كويت سيتي فبلدية واد النجف من رشوة. إننا باسم الكونفدرالية ننتظر في جميع الأسئلة بجانب الاحتجاج ديال المواطنين سواء في الرخص ديال البناء سواء في ليغاليزاسيون أو المسابقة أو لا فيما يخص الحالة المدنية. فقد استشر الأمر في جماعة والجماعة الحضرية وحدة وننبه المسؤول الأول بالعمالة لتقطع من إدريس ووارثها بكون الكونفدرالية تتبرأ من جميع الأشكال كأسس المواطنين. فنحن مواطنون نعبر أيضا أصبحت كويت سيتي والإضرابات بل أننا نقول بأن ليجاليزاسيون في الظروف القروي وفي الظروف الحلال الظروف المتاجر والظروف البيوت والظروف القنامات ديال النهضو والطوابيع في الفريمون ديال الوطن. هذا عيب، عيب ان يساهم المواطن.